ياسر ياسر ازاي الفول؟ احنا طلعنا اتربينا عليه، اهالينا كلهم ما كانوش بياكلوا الا فول. مش هاكلها. اخاف على نفسي واخاف على الناس جميعا، يعني هقول للناس كلها ان الراجل ده مش كويس، ما تحدش ياكل من عنده. هو تعيينه هنموت ممكن ما نعرفش احنا فين. لا طبعا انا افضل صحتي طبعا. هبطل افطر عنده واعمل الفول في بيتنا. لو الكلام ده حقيقي مش هاكل. لا طبعا مش هاكل. لكن هو الفول حلو وبناكله ما فيهوش اي حاجه. ما فيش حد من بتوع الفول ان هم بيقفوا في الطريقه ما بيحطوش مواد. هو الفول الاساسي، الوجبه الصبحيه بالبصل هو الاساسي.